مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من ردعة أيام زمان. أهل الطواقي ينقرشون فيها، وخاصة الجوازنة مدرسة فنية في هذا المجال حقيقة، ولكن في جيزان المدينة تتنوع الثقافة بحيث تجتمع الكثير من الجاليات العربية وخاصة حوالي البحر، وبالطبع لهم ثقافتهم والتي تحتاج منا إلى حلقات خاصة في هذا الشأن. لكن خلونا هنا مع ردعة الغلمات منهمكين ورايحين فيها، مطاحن تتهادر والأودية تتناقر، ومع جائز قلق 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 قلق، وفصرة وهات وخذ، ولا حسوا إلا ومليلة قد أقبلونهم من كل مكان، ومع جاجة كثن عليهم وهم طحانة، وما سمعوا إلا هبيد المطر عليهم، ويا الله ما أعطاهم المطر فرصة، فحاسهم حويس حويس. مليلة اختبصن، شي تجبر وشي ما تجبر، وشي غرق وشي ما وصلوا عليه. لو تشوف المشهد تهب لدارك عجب. يكارسون في مظلام على ضوء البرق وملاعشة، أما فوانيس في داخل العشة، وردعة غارقة ترح تشرشر وهي توادي في المهاجين والأودية، ويطنطن مراعد وتسمع لهم صواعق، هذه تتره اللي على مقعدة، وهذه تدرج تحتها، واللي تنثيني فوق المطحنة وبرشمها بينهم طحين، ويا الله يا الله يا الله، وهم يرددون يا رب يا رب خير هني، يا رب خير هني، لا يضر عجمة ولا آدمي. والوضع صراحة هم صغير وهم كبير متخابصين فوق بعض، ويا الله تبارحهم من هذه الليلة، أم برق والدنيا والطحين تختبص ومعجين. والمهم من الحوسة كان بنضيع أهم المشاهد، عندما طفينا مأتاريك أم فوانيس أم جهاوي لتشاغبون، أم بنات الفلوفون في محب، أم مهاجين وردعة تصيح يا بنات عجلوا لفلفوا لفلفوا حطوا محب في معرسة، وطم مهاجين لا تغرق. المهم كل واحدة منهم تجبر من عندها. أم شيف أم شيف يزخاف مطر وتراب من قوته صار بمهتر من عليهم. أما منابوش لو ترنوا كيف كان وضعه، كيف كان يعتلص بينهم هوش، يجيب بينهم دراشي ويسحبهم تيوسهم صغار، ويواجه رمضان هذه في مسهوة وهذه في مزريبة، وشور قدم بقر ومثيرة يشله ويسحب فيها تحتم سلامة، واللي تحتم عرج خايف عليها من المطر، وحالته حالة قد غرق وقد يعني كأنه عفريت. حين ترى البروق والرعد تتخاوط مسرية، شيء ينزع من البحر وشيء يلعش من الجبل، وكيف الدبرة منورين صيام والوقت قاتل ولازم ينهون المهمة. طبعا ردعة ذكية، هم متلفلفين داخل ومحشورين ومحد عرف يروح منهم، نقلت كل العمليات داخل العشة والعريش، مراكلهم في يديهم ولبيهم وحياسيهم ورهيهم مشعتر، والمطر برا يسكب سكيب ويلتهم مشيف ويدخل عليهم مع مكابة وشيف من معقاب. المهم أغرقهم حتى وهم داخل العشة. كانت ليلة صراحة مليئة بكل الأحداث، وهم يا الله يا الله تجي هذه الليلة، يا رب تجي هذه الليلة ويفهم طحينهم ويصلحون صحورهم. المهم يعني وضعهم يعجبك، لكن بنت زمان كانت غير وحرمة الزمان كانت غير. حسن مسري وحسن معشية، وحنا في ظلمة وحالة ناسية، يا بنات تقاربوا حطوا ايديكم على ايدي وندعي، اسمع مراعد قوي ساري برزعي، ادعو ربي يا بنات قولوا يا رحمن سترك والعوافي، غيثنا يا ربي منه غيث صافي، ترتوي منهم بلاد ام شوالق سارية تزلغ بقلبي، شوفي يا نابوش كيف الله قلبي طانع مداراح، قال كيف شاوشي وما بوي حطبي، حسنا هذا الشغل والله حسبي، اعطنا يا الله خير، اذكري ربك وقول الحمد لله، اذكري ربك.
ربك فهذا الخير هلا خيري في خيرين لا تقوليني قلا ربي ترويها بسيل أم حط باسل وحملة فوق حملة شغدي لم دارا ويجي لك بشلال انت حجيت عليه والله ما حجيت كل مقاع غارق وانا وسط بيت ما عرفت وفارق واحنا في ورطة نحوس تكفى تكفى يا نابوش حط ايدك معايا راكنة تجيب وتحطه في بنايا قال لها لجلك اقوم قامل الدنيا خسع حقلة بحقلة ومحطب يشرع ولا بوي عتلة قال لها بكرة وخير ارقد الليلة وعينك بمركب والسلام عليكم ورحمة